وفي جولتنا الإخبارية نبدأ معكم مشاهدينا مع الأخبار المحلية. أصدر صندوق النقد الدولي تقرير إيجابي أكد فيه على أن الاقتصاد السعودي يشهد حالة ازدهار ونمو، وأن موقف المملكة المالي يتسم بالقوة ومشيدا بالتقدم اللي أحرزته في تنفيذ الأجندة الإصلاحية لرؤية السعودية 2030. يعني أودي اليوم المملكة العربية السعودية تفوقت على نفسها للأمانة في وقت وجيز وفي كل المجالات، يعني ومن ضمن أيضا رؤية سيدي ولي العهد لما قال أنه إحنا لازم ننوع في الاقتصاد، ما ينفع أنه إحنا مثلا نعتمد على النفط بالحالة، لازم ننوع. فهذا اللي حاصل اليوم، يعني إحنا في النهاية قول وفعل، فمبسوطة كثير بهذا الخبر. يعني هذا التقرير يعني كان متوقع الصراحة، يعني فما تفاجأت أبدا. طبعا جهود المملكة مستمرة أكيد في تنفيذ أجهزة إصلاحيات رؤية السعودية نحو تحقيق اقتصاد أخضر مستدام.